بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد حسين من تكنو اب. النهارده هنتعرف على حاجه اسمها فور يو، برنامج المكافآت عن طريق فور يو. يا جماعه احنا هنقدر ان احنا كل مثلا شهر شهرين ثلاثه على حسب اشتراكك وعلى حسب ان انت بتدفع ايه. يعني مثلا لو بتدفع 150 جنيه في الشهر ممكن تاخد خصم مثلا في حدود 30 40 جنيه كل 3 شهور او شهرين. تمام، طبعا انت لو بتدفع 150، لو بتدفع اكتر مثلا فوق 200 او فوق 300 ممكن يزيد معاك. فبالتالي البرنامج ده كويس جدا بصراحة، انا عن نفسي بستخدمه. تمام، يعني بص، انت لو جمعت مثلا من الاول 333 نقطة بتاخد خصم 10 جنيه، جمعت 500 نقطة بتاخد خصم 15 جنيه. انا بستناهم بصراحة لما يوصلوا مثلا 1000 نقطة باخد خصم 30 جنيه. تمام، ده بالنسبة ان انا بدفع 100 في حدود 150 جنيه. مثلا لو بتدفع اكتر بقى ممكن العملية تزيد معاك وتدفع على حسب ايه اشتراكك. تمام، ففي كتير مننا يعرفوا بس ان في حاجة اسمها فور يو، لكن فعليا ما بيقدرش يستفاد منه. فهو هيخش ايه على صفحة ماي تي داتا ويضغط عليها ويضغط ويخش بالاكونت بتاعه. تمام، بعد كده في عندنا طبعا حاجة دي احنا اتكلمنا عليها اللي هو بالنسبة للداتا بتاعتك استهلكت قد ايه. هتخش هنا على فور يو. بص انا ليا حاليا 434 نقطة، هتضغط على ريديم يور بوينت او فور يو بروجرام، برنامج فور يو. تمام، وطبعا الفايل ده البي دي اف اللي هو عدد النقاط وبيتخصم قد ايه منهم بيتحمل من هنا. تمام، فبالتالي احنا ممكن احنا نستفاد منه بشكل كويس. تمام، حواليكو عن طريق الهيستوري انا يعني اخدت منه خصومات قبل كده، بحيث كل شهرين كل 3 شهور ممكن يتخصم لك 40 50 جنيه، يعني شيء كويس بصراحة. سي او الجيفت تعمل معاك الملف البي دي اف ده. تمام، هو يا جماعة هو هنا في الريديم ده بيظهر لك ان انت حاليا العملية المتاحة معاك قد ايه، يعني في حدود 434 يبقى اقدر اخصم 10 جنيه هبقى لي نقط. طب العمليات اللي فاتت اهيت، هو طبعا من قبل 2013 انا بستخدمه، لكن هو بيظهر عمليات معينه. اهو بصوا ريكوست اي دي. ريكوست اي دي ده لما بتروح للفرع بتاعهم، الفرع الرئيسي طبعا او الفرع الرئيسيه بتاعتهم، بيبلغوا ان انت عامل ريكوست اي دي عن طريق الصفحه ديت. تمام، كانوا 1330 نقطه ابروفد، بتوافق عليه وبالفعل بيتخصم لك نسبه. تمام، مره تانية هي 333 نقطه، مره 500، مره 1500، بعد كده ايه 1000 1000 1000. تمام، فهو شيء كويس ان احنا نقدر نستفاد منه وكل 3 شهور يتخصم لك فلوس كويسه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وشكرا لكم.